وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب ثائر غالب من اللواء 12 عمالقة. مرحبا سيادة النقيب. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بك. إذن ما زلنا نشهد يعني تصعيد مستمر للميليشيات الحوثية، تعزيزات تقوم باستخدام تعزيزات إلى محافظة الحديدة، إلى ماذا يدل ذلك وماذا تريد الميليشيات؟ طبعا اولا نحييكم، نحيي كل المشاهدين قناه الليل اليوم على اتاحه لنا هذه الفرصه للتحدث وايصال الحقيقه العامة. نعم. طبعا ميليشيا المعروف ان الميليشيا الحوثي لا تعترف باي فتنه، ونحن نستغرب ونتعجب في عندما نسمع او نرى هنا وهناك انه من يتحدث بان بان هناك فتنه وان هناك اتفاقيه وان هناك، يا اخي من نقض الاتفاقيه في الساعات الاولى منذ اعلانها، الفتنه من الساعات الاولى منذ اعلانها، ماذا تتوقع منه بعد يعني بمرور ايام واسابيع واشهر؟ القصف ما زال مستمر على مواقع المقاومه المشتركه، على المدنيين، هناك قذائف تسقط على المدنيين، هناك استهداف ممنهج، هناك نقض واضح للفتنه التي يعني اتخذتها ميليشيات الحوثي فقط لذر الرماد في العيون فقط. نعم سيادة النقيب، ما هي الاماكن نعم ما هي الاماكن الاكثر استهدافا من قبل الميليشيات، خاصه لو تحدثنا عن المواقع التي تتبع القوات المشتركه؟ الاماكن التي تم استهدافها، نحن نتحدث هنا عن مدينه تحيكا، يعني هجمات مستمره على مختلف المواقع التي تحيط مدينه تحيكا. مثلا في هذه الايام القريبه، في هذه الساعات يعني قبل الساعات يعني الان، تم صد عده محاولات للهجوم على مواقع في الجهه الغربيه لمدينه تحيكا، وتم يعني التصدي لهم. وهناك يا اخي نحن هناك يعني استهداف منهج بالاخص للمواطنين، مواطن القبائل تسقط يعني عليهم كل يوم، هناك استهداف للبيوت، للمنازل، للاسواق، للمساجد، حتى سكن المؤسسه يا اخي لم يسلم من هذا الاستهداف الممنهج. نحن نستغرب على هذا الصمت، وعلى يعني ان هناك من يتحدث ان هناك هدنه قائمه. القوات المقاومه المشتركه يعني تتحلى بالصمت وبالضبط النفس، وهذا يعني طفح الكيل للصبر الحدود يا اخي الكريم، للصبر الحدود، لانك سنظل مكتوب الايدي وعينة العالم يتفرج. يعني هناك مواطنين يموتون بالعشرات، يزرعون الالغام، انشوتين يزرعون الالغام في طرق المواطنين في مزارعهم. من يعني لمتى سننتظر الهدنه؟ وهذا يعني السؤال الذي دائما نطرحه. نعم نعم اشكرك جزيل الشكر النقيب ثائر غالب من اللواء 12 عمالقه، شكرا جزيلا لك.